أهلا، رجعنا لكم فيديو جديد مع دولسي وبيلا. فيديو اليوم راح يكون يومي في رمضان مع دولسي وبيلا، روتيننا كامل. ونعتذر مرة عن الأسبوع اللي راح لأننا ما قدرنا ننزل فيديو بسبب ظروف صحية. طبعا معروف برمضان كل أحد روتين النوم شوي مخربط، دوسي وبيلا أبدا ما تعودوا على كذا ولا أنا كمان. حاول نصحى كذا على الظهر شوي نروق نستوعب وبعدين يبدأ يومنا. أول شيء نسويه إني أحاول نصحصح قد ما أقدر، أفتح عشان الشمس تدخل البيت، بعد كذا أطلع فوق مع دوسي وبيلا في الجلسة. تقريبا الجلسة خلصتها الحمد لله، بس حابة أحط فيها شوي أشياء كذا ثيم رمضاني، فشريت هذه الإضاءات. هنا البلة تبان كأب كأب. رح أركب الحين الإضاءات في الجلسة، حبيت مرة شكلها كيف تنفع بعد رمضان كمان. شكل الهواء اليوم مرة قوي. بعد كذا ننزل المطبخ عشان أعطي دوسي وبيلا سناك الجزر. رحت صغيرة البيلا بريكت يا ربلا بريكت شو ممكن في شوي ممكن جزرايا ممكن شوي جزرايا بالله ممكن ليه وينها وين الكارت وين الجزرايا روح جيبيها روح منها جيبيها جيبيها خذيها يلا كم هي يلا يلا go go up go up يلا هنا في جزرايا هنا هنا في جزرايا هنا 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 صراحة رمضان هذا ما تابعت أشياء كثير بالتلفزيون، بس أحب أفتح التلفزيون ككذا صوت وأجواء وألف التلفزيون على جهة المطبخ وأنا أسوي الفطور. أحب كذا أشوف وش فيه بالضبط برامج رمضانية. الحين راح أسوي هذه اللحمة المفرومة مع البيض لوجبة الفطور الدوسي وبيلا. بداية راح أحط شوي من زيت الزيتون، أضيف شوي بعد، وهنا عندي اللحم المفروم فريش طبعاً أضيفه، بخليه يطبخ شوي. آخر شيء راح أضيف البيض لأنه اللحم يحتاج وقت عشان يطبخ. راح أضيف شوي من التومريك هو الكركم، بس شوي مرة من بهار البقدونس. دولسي وبيلا قاعدين ينتظرون. تبين فود؟ أوكي تنتظرين فود؟ أوكي. وخلص الأكل حقهم، الحين راح أحطه بالصحن. يلا دولسي كم أب يلا قبلنا قو يلا بلا قو إيت. الحين رايحين نمشي قبل الفطور، أما ننسى ناخذ الكوب بعد معانا. جو جو فراغ يلا ليتس جو. لا دائما متحمسة. جو بالله جو دوسي جو. يلا بالبولي يلا بالبولي يلا.
أحس دولسي ما رسامنا، كذا لازم نسويها دايت. نخليهم شوي كذا يشمون الزرع. Go. Let's go. وقبل الفطور بشوي أبدأ أجهز الجلسة. صراحة من بدأ رمضان وأنا حابة مرة الفطور هنا برا، أفتح الشموع وكذا يصير الجو مرة رايق. أحب مرة يكون في بخور معانا بالفطور كذا يعطي ريحة حلوة. زي ما تشوفون باقي دقيقتين ويأذن المغرب، وهنا إن شاء الله راح نفطر. قاعدة أنتظر دوسي بالله يطلعون فوق معانا. هذه دولسي جت. وين بلا؟ بلا أب. يلا تعالي أب. يلا يلا أب أب أب. دولسي يا بلا بلا. وصارت السفرة حقتنا جاهزة. هنا حطينا السمبوسة والقيمات والشوربة، وكمان نحب ناكل الفرنش فرايز في الفطور طبعا أكيد البنتو. هنا دولسي جالسة معانا. هاي دولسي. هاي. أحب كمان نضيف فواكه على السفرة زي التوت والفراولة، بس مرة كويسة على الفطور. وكمان عندنا القشطة مع التمر مرة يومي، مع أنها أبدا مو صحية، يعني شوي إن شاء الله ما يضر. جت بلبولي. بلبولي ها تفطرين معانا؟ وين قشطة يا بلبولي؟ وين قشطة؟ تبين قهوة؟ تبين قهوة؟ سوي لي فيها والله ولو رئيس مجمع الطبي العالمي. والحين راح اتسحر. طبعا كل اللي يعرفوني يعرفوني مرة احب اتسحر شيء خفيف. احب اتسحر بدري شوي، يعني على الساعة واحدة كذا، عشان اقدر اهضم وانام بدري قد ما اقدر. ان شاء الله راح اتسحر سلطة مع الكينوا. طبعا الكينوا مرة يشبع، والحين راح اسوي الكينوا. راح اضيف الموية على الكينوا، راح اتركها تقريبا 10 دقائق. وهنا اضفت الكينوا وراح اضيف الطماطم. كمان راح اضيف هذا النوع من المكسرات، مرة احبها مع السلطة. احب اضيف كصوص الاوليف اويل والبلسامك. كذا تكون نهاية الفيديو حقنا. راح اتسحر وننام انا ودولسي وبلا، ودولسي اصلا ميتة من النوم. نشوفكم فيديو جديد مع دولسي وبلا.